أكيد كلنا بنحب الأفلام، مفيش حد ما بيحبش الأفلام. فأنا هبدأ معاكم النهاردة بطريقة جديدة. الطريقة دي إن أنا هحكي لكم وأوصف لكم شخصية بصفات معينة. الشخصية دي شجاعة، بتتحدى، بتسعى وراء أحلامها، بسيطة جدا، بتواجه نوهم العنصرية، إنسانية وبتعاني. طبيعة الحال لفئات كتير جدا موجودة في المجتمع. الخمس شطات دول من أفلام. إزاي هنربط شخصية بمشهد من فيلم كله عمارة؟ عشان نعرف الصورة الصح لازم الأول نعرف هي إيه العمارة؟ هي مجرد مباني وخلاص؟ طيب هل إحنا ممكن نكون عايشين جوه فيلم؟ خلينا نشوف لو احنا عايشين جوه فيلم ايه اللي هيحصل لنا. Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. What if no scripts, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? 5,000. I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation. That's correct. Brilliant. What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. That's amazing. What if your world was make-believe? Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit. I'm not allowed to talk to you. That's how I look. Not your type. There's nothing fake about Truman himself. What if you didn't know it? Until now. كل واحد فينا لما بيشوف فيلم بيلاقي جزء كبير جدا فيه هو انعكاس لحياتنا، والعمارة هي الحياة اللي بنعيشها، المنبه اللي بنطفيه الصبح لما بنصحى، أو الترابيزة اللي بنقعد نفطر عليها مع أهلنا، أو الشارع اللي بنمشي فيه بنروح للشغل. أهم حاجة هنا أنا كنت عايزة أحكي لكم عن قصة كده صغيرة، هي إيه أركي سينما وظهرت إمتى؟ السفر. وكانت أول مرة بالنسبة لي أخرج برا نطاق المدينة والزحمة ومركزيتها. سافرت وطلعت جبل موسى، كان سنة 2013 أيام تفجيرات دهب. طبعاً دي كانت خطوة مجنونة جداً، أول مرة سافر في الفترة دي. لما طلعت الجبل وقفت فوق شفت مشهد شروق الشمس، تداخل الشمس مع الجبال، الناس حواليا وهي بتتصور وبتحكي إحساسها. المشهد ده هو كان بداية ظهور أركي سينما. هل وأنا واقفة في المكان ده دلوقتي من 50 سنة إيه اللي كان موجود هنا؟ سبيس، نفس الفراغ، another time. الجملة دي خلتني أسأل أسئلة كتير جدا، وكان أولها هي العمارة ممكن تكون إنسان وليها روح، ليها حواس، ممكن تكون بتاكل، بتشم، بتحس، بتتحرك، بتتكلم. هوريكم فيديو هو كان نتيجة لمشروع بعض الطلبة عشان يوصفوا العمارة إن ليها روح وبتقدر يكون ليها الحواس الخمسة.
هو إزاي إن المعماري سواء أنا غيري أي حد يتعامل مع العمارة على أساس إنها إنسان ليها روح. كلنا بنشوف أفلام الإنيميشن وبنشوف عربيات بتتكلم شيبس غريبة بتتكلم وبتتفاعل، بالعكس ده في أفلام قريب نزلت بيعبر بالشخصية إنه إيموشن بيحس. الفيديو ده هو بيقرب لنا قد إيه إن العمارة هي متجسدة أصلاً في حياتنا. ثلاث بيوت، بيت الأول هو عبارة عن الأب عجوز ماشي بعكاز، البيت الثاني هو ابنه اللي بيساعده خلال طريق الرحلة لما بيكبر، البيت الثالث هو الكلب بتاعهم اللي عايش معاهم. ودي كانت بداية أول نظرية وأهم نظرية، لأن كل النظريات الجاية اللي بتأثر على الرؤية المعمارية في السينما مشتقين منها أو تطبيق منها، إن العمارة هي شخصية ليها أسلوب حياة وتقدر تحكي قصة. نيجي الموضوع كده غريب شوية ممكن يكون في ناس عارفاه، هو جزء تكنيكال هنسكيب إيت على طول. الديزاين باترن، الديزاين باترن هو عبارة عن عنصر بيتكرر، الكراسي اللي بتتكرر، الناس اللي بتتكرر، وده بيظهر جدا لينا لما بنكون راكبين طياره وبنبص من الشباك ما بنشوفش ملامح لاي حاجه، كل اللي بنشوفه يونت بتتكرر، ممكن يكون مبنى، ممكن يكون شجر. دي كانت حاجه مهمه قوي بالنسبه لي، ان ازاي العماره بتشكل مشهد سينمائي كامل بالبشر، بجسمنا احنا، باكتر من منظور. الموضوع ده كان بالنسبة لنا مهم قوي، لأن احنا عملنا أول كامب معماري في مصر كان في سيوة في الصحراء الغربية. الكامب ده كان تعليمي، هدفه إن احنا بنحاول نشوف حلول المشاكل الاجتماعية الموجودة هناك بحلول تصميمية. اكتشفنا أول حاجة إن المادة الأساسية اللي بيبنوا بيها هي اسمها مادة الكرشيف. المادة دي عبارة عن إيه؟ ثلاث حاجات. أول حاجة جريد نخل موجود في الواحة في كل حتة. تاني حاجة نوى البلح اللي بيتاخد من النخل. ثالث حاجة هي الصخور الملحية، هناك في بحيرات ملحية كتير جدا وجبال ملحية بتتكون. المادة دي هي مادة طبيعية، المادة الطبيعية لما الإنسان بيبني بيها البيت بتاعه بتكون في الصيف تكييف طبيعي وفي الشتاء في دفاية موجودة. دي كانت تاني نظرية اللي بتقول لنا إن التكوين البشري سواء كان اللي احنا بنعمله من البيئة المحيطة بينا أو مننا احنا كمشاهد في السينما تقدر تكون هي العمارة. ثالث نظرية خدعة العقل. الصورة اللي احنا شايفينها دي أنا ممكن لما أشوفها أقول إن دي صورة في الفضاء، في المريخ، ده كائن فضائي، كل واحد فينا هيشوفها بطريقة مختلفة، بس الحقيقة إن الصورة دي موجودة دلوقتي لمكت. المكت ده عملنا له إعادة تصميم. ليه؟ لأنه كان عبارة عن البوابة اللي موجودة في فيلم ترون ليجاسي بين ما بين العالم الحقيقي والعالم الخيالي. المكت ده ارتفاعه 5 متر وعرضه 2 متر ونص، موجود في مدينة نصر. تريك اوف ذا ايز، احنا بنشوف حاجات كتير قوي عينينا بتشوفها وبتترجمها بشكل مختلف تماما، هي دي برضو جزء ثالث للعمارة. Mind's eye. كلنا كنا بنسمع جملة عين العقل، بس هو أكيد العمارة مش عين العقل الجملة اللي احنا بنسمعها لما حد بيعمل حاجة بتعجبنا بنقول له انت عملت عين العقل. لا، عين العقل هنا هو اختلاف منظور كل واحد فينا، العين اللي بتشوف والعقل اللي بيترجم. ودي كانت رابع نظرية من نظريات العمارة في السينما. أركي سينما. أركي سينما هي الملخص للأربع نظريات اللي اتكلمنا عليهم.
جمع ما بين العمارة والمشاهد السينمائية إنك إزاي تأثر برؤية جديدة، مين إحنا وبنستقبل كل حاجة بنشوفها إزاي. من هنا نقدر نقول إن الأربع نظريات اللي إحنا اتكلمنا عليهم هما ما غيروش بس وجهة نظر كل واحد فينا لإدراك المشاهد اللي حوالينا، هما غيروا منظور كبير جداً في السينما. ممكن يكون السكيل لسه صغير، بس طبيعي المعاناة اللي أي حد بيعانيها في مصر لما بيتكلم على حاجة جديدة. Architecture beyond space and time. العمارة، العمارة هنا نقلتنا لبعد جديد ما وراء الزمن والوقت. كلنا شفنا فيلم انسبشن، ممكن يكون في ناس ما سافرتوش. الفكرة كلها فيلم انسبشن ان هو كان بيلعب بانه بيحاكي الواقع جوه حلم. انا نايم وبحلم سبع طبقات من الحلم. الفيلم ده كانت اهم حاجة فيه انه بيوضح قد ايه تشكيل العمارة جوه المشهد لو اتغير فيه حاجة بسيطة هو بينقلك لمكان مختلف تماما. الصورة دي كانت من جوه حلم الشخص اللي واقع على السجادة. الشخص اللي واقع على السجادة ده كان جوه الحقيقة، ده اللي هو عارفه. الواقع غير كده، هو كان جوه الحلم. عرف ازاي؟ لما وقع على السجادة لمس السجادة وحس بيها، حس بملمسها، مش هي دي السجادة اللي اشتراها. النقطة دي هي اللي خلت كل واحد فينا أول ما بدأنا يختار وصف الشخصية على صورة مختلفة تماما. الحل هنا إن احنا نخرج، إن احنا نحاول ننقل نفسنا لبعد جديد، نبطل نعيش بالبعد الواحد في حياتنا، إن احنا ننقل رؤيتنا ونغيرها لكل حاجة بتتزرع جوه دماغنا. شكراً.